فوائد المشي، فوائد المشي في الشمس يا حبايب، يعني مثلا من الساعة 6 صباحا لحد الساعة 7:30 8. فوائد المشي في الشمس: رقم واحد، بيسهل عملية الهضم. يعني لو كلت وجيت مشيت في الشمس، سواء في الشمس أو في الليل، كأنك ما كلتش حاجة. رقم اثنين، بتحسن عملية المزاج. فوائد المشي في الشمس: بتحسن عملية المزاج. رقم ثلاثة، بتظبط الراس. يعني مثلا لو كانت راسك تقيلة في النوم، فالمشي في الشمس بيخلي راسك خفيفة، ولما تيجي تصحى من النوم تصحى كأنك راسك فايقة مش تقيلة. ده فوائد المشي في الشمس، وأنا اكتشفت هذا الشيء عملي، وفعلا المشي في الشمس ليه فوائد. يا سلام يا سلام.